بعد قرار حظر دخول المركبات الناقلة للمواشي والعلاف إلى إقليم ولاية الجزائر، لم يبقى للمواطن سوى نقاط البيع المرخص لها إدارياً لاقتناء أضحية العيد في ظرف تتصاعد فيه موجة فيروس كورونا. يعني الدولة قد حاجة مليحة باك يدير يسار بنيلو وضعوا طريق في طريق يغلق طريق يغلق الآخر، ما يراش مابا مراعاة تاع طريق ولا تاع صحة الإنسان، خلت غلي عندهم كوارا اللي كيما حنا هكذا يا كوارا ظلام. توافد المحتشم للمواطنين على شراء الأضاحي قبل أيام قليلة من عيد الأضحى هو ما لمسناه في هذه الحظيرة لبيع الكباش بالعاصمة. حنا كيما راكم تشوفوا رانا منظمين، حنا في الاستبل تاعنا في الكوري تاعنا نبيعوا منظمين، المشتريات تاعنا عندهم ديزاين يعرفونا يجوا ندخلوهم ان بارا اون لور اكزيج لور بافيت دي صغار ما خلوهم شي لاقر نديرهم بعدهم. الكباش تاعو راك تشوفيه ملبس به نقي موش مرات غارونتي. بعد غلق نقاط بيع المواشي الفوضوية تبقى الحظائر المرخص لها ملزمة باحترام التدابير الاحترازية للحد من هذه الجائحة.